الخبر الاول اللي عدنا عن محمد جواني وسفره لالمانيا. فجواني نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، وبهذا المقطع علم من خلاله انه هو راح يسافر لالمانيا. بعد محمد جواني نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات بيوصل بها للمطار وبعد يوصل بها لالمانيا. فالف الحمد لله على السلام على وصوله بالخير، وطبعا راح احط لكم رابط مقطع بالوصف، روحوا شوفوا عم تتم القصه بالكامل. تسلي حبايب تكتبونا بالكومنتات الف الحمد لله على السلام على وصوله بالخير. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول اليوتيوبر اللي عدنا هي بيسان اسماعيل. فبيسان نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات علمت من خلاله انه راح تنزل مقطع بوتر الساعه 9 راح يكون مقطع ناري وخطير على حسب كلامها، راح تكون مسرات تشوفوها. حبايبي كيفكم، شو اخباركم؟ صارت معي صدمه كبيره، استنوا فيديو بكره لحتى تعرفوا كل شيء. راح احط لكم هون العداد، فعلوا الجرس كلياتكم واستنوا فيديو بكره، فيديو خطير. اما اليوتيوبر الثاني اللي عندنا فهو ريدر. فريدر نزل اغنيه جديده، فريدر نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وهذا البوست اللي كان بيه اغنيه، وبنفس الوقت كان يعلم من خلال لانه راح ينزل اغنيه جديده مناسبه 900,000. راح اعطيكم جزء من الاغنيه اللي حاب يكملها على سبب الانستغرام. حبايبي ورجعنا بفريستايل جديد، اغنيه جديده راح تنزل على قناه اليوتيوب قريبا، ترقبوا. الخبر الثالث اللي عدنا عن نارين بيوتي، وصول قناتها باليوتيوب لل 11 مليون مشترك، فان شاء الله الف مبروك واقبال 20 مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني يا حبايب انو تباركوا لها بالكومنتات. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي ام نور ستار، وصول حسابها بالانستغرام ل 500,000 متابع، فان شاء الله الف مبروك واقبال 10 مليون يا رب. وطبعا ام نور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست كاحتفالها بال 500,000 متابع، لا تنسوني يا حبايب انو تباركوا لها بالكومنتات. الخبر الرابع اللي عدنا عن متابعين وكشفهم الحقيقه جهد وسمد وخفوهم لاسم نورمر من التعليقات اللي عدهم. اما لسه على السبب فالصراحه ما اعرف شنو السبب بالضبط، اما بالنسبه للدليل ندخل على 15 ننزل ونزل بعد التعليقات ونروح نكتب اسم نورمر، بعد نروح على كلمه لحظه ثواني عم نتفق تعليق وتعليق لشخص حق ورايا، بعد ما نفضل بزين نروح نغير الاسم او نشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا، بعد ما يلا الاسم ونزل بعد التعليقات ونروح على كلمه لحظه ثواني راح نشوف انه تعليق ما ظهر وانما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر، فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو رايكم بحركه تفاهم لاسم نورمر من التعليقات اللي عدهم. الخبر الخامس اللي عدنا عن تهجم المتابعين على نور ستار. نور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست اللي جاءت بهذه الصوره نوعا ما غير ملائق، وهي من الكومنتات صارت تجيها انه انت تضحين نفسك وانه انت ليش تغيرين بلبسك ونوع بعلك من الكلام. هذه الصوره حباب قدامكم، اكتبوا لنا بالكومنتات هل هي تستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا. وبس وصلنا لمقطع، لا تنسون مقطع طارق الباشا بالوصف. وبس كان اكون فايز من قناه مملكه القصص، ومع السلامه.